جينشن امباكت تفجرها مرة ثانية، لأنهم أعلنوا بشكل رسمي عن منطقة النار والتنانين ناتالان، وأعلنوا عن شخصيات ناتالان وطرق التنقل الجديدة القادمة لجينشن امباكت، وأعلنوا عن منطقة جديدة وشخصية إيميلي وسكنات مجانية راح نحصل عليها، وأهم شيء راح يسوون تغييرات على نظام المهمات اليومية والمحتوى الجديد. فيديو اليوم راح يكون مولع بالمعلومات، وعلشان كذا لا تنسوا اللايك والاشتراك وتصلوا على النبي، وخلونا نبدأ. هذا تريلر البث. Portormos is currently organizing a flower exhibition. That strange smell around here. رائحة العطور. هي من سوميرو. انا حاسبها من فونتين. فيمور صانعة عطور. سلاحها رمح. عنصر دندرو. على ما اتذكر هذا السكيل وهذا الالتيميت مثل التيميت جانيو تقريبا، ولكن فايته راح يسوي لك تفاعلات دندرو. واو، هالمنطقه الجديده تحس كانها عالم خيالي صح؟ سناجب. Wait, what? المنطقة كأنها جنب الشلالات في فونتين. في احتمال أن سكون نيلو يكون ليجندري فعلا. ساحرة. المنطقة كأنها من وحي الخيال، انه كلها العاب وقصور. قصر ديزني، اوكي. بيناكوني. وات، تنين من مكعبات. بليز لا تقول لي هذا البص الجديد. أشك إنه في أحد يسحب لها، ما ندري، يمكن تخلي البيرنينج يدمج 30,000 مع كل ضربة تحطه مع نوفلتس أو فيبرايز. أوكي، هاي الإلمنتال سكيل. بسوي دمج دندرو. ترمي عليهم مثل الورود وتسوي عليهم احتراق. اوكي، تزيد الدمج اذا جمعت الساكات عن طريق التفاعلات. يعني تجمع الساكات حبة حبة، اذا جمعت الساكات يزيد الدمج تبع البيرنينج او الاحتراق. تزيد دمج النار وتزيد دفاع الحلفاء ضد النار. يعني تعتمد على تفاعل الاحتراق الدندرو مع النار. ممكن تكون قوية مع نوفلات صراحة، أو مع تشالد، إنك تسوي فيبرايز طول الوقت. الألتيميت تجمع الساكات وترست المهارة الأولى مثل الألتيميت تبع يايميكو. تقريبا نظام اللعب تبع مثل يايميكو بالضبط، استخدم السكيل، الألتيميت بعدين السكيل. يو وات، البنارات على السريع. أوكي، توقعي صحيح. نافيا ونيلو في البداية. يلان وأميليا. جابوا الباتش الثاني مع اكثر شخصيه بروكن. اوكي، من الان ايميليا انظلمت. مثل ما توقعت السكين راح يكون مزيج ما بين نيل وكوكومي، بما انها تعتبر افضل سبورت لها. بس تلاحظون انه اللابسته على راسها اللي يلبسون الرومانيين اللي هو تبع الزيتون هذاك، اوراق الزيتون. هل هذا تلميح انه الحضاره القادمه راح تكون الرومانيه؟ ممكن سكن ليجندري. يب. الكابتينو يا سمب، على طول الكارد من الآن. هاي الجزيرة الأولى، فيها الغالب راح تكون فيها الشجرة اللي نطورها. واو واو، هاي أثار أقدام تنين. هذا مو البوكيمونات اللي شفناهم، أثار أقدام كبيرة. هل يعقل أنه في تنانين أكبر من البوكيمونات اللي شفناهم؟ أوكي، العالم كله من ورق، واضح أنه هذا العالم خيالي. يذكرون بأخوانا الصغار. طبعا نوصل لهم عصير تفاح، ليش لا؟
اوه هذا السكن الجديد تبع كيرارا. شوف يتأمل الثاني، هل انا راسي اكبر ولا هو؟ اوه نو، لازم تجمع كريستالات في المنطقة الجديدة عشان تحصل السكن. تذكرون الاصداف تبع سكن باربرا المجاني؟ هنا راح يكون نفس الشيء. والله ما توقعت يعطونا شخصية كيرارا مجانا مع السكن. الجوائز بريمو جيمز تاج، سكن مجاني، شخصية مجانية، طيران وبالونات تفقعهم بالضربات. هذا الحدث سكار مش 100%، يعني لازم تنقذ الصغار هذول. في عدات وقت فوق لازم تنقذ الصغار هذول بسرعة. وهذا التحدي نفس الحدث الجديد تبع مسرح الخيال. اوكي المدى تبع ألت إميليا جدا بعيد، يضرب الآخر الماب مثل ميكو. الحدث يعطيك باكيجات، هاي نفس نظام الجاتش الموجود في اليابان، اللي الكرات اللي يكون فيها فقرات. عشان تفتح الباكيجات هاي تحتاج عملات، يعني لازم تخلص الحدث اول شيء. تحطهم بالبيت تبعك. ليتس جو، نقدر نبادل الضفادع. حدث جديد الثاني هو حدث رسم. هاي اضافة للمحتوى الجديد. هاي اللي قلت لكم عنها، التأثيرات اللي تكون ورا الشخصيات، مثل شخصية سونيك راح يكون في نور ورا الشخصيات، كل شخصيات لها نور معين. جين يطلع وراها هاي الهندباء، يعني مو بس وضعيات التصوير راح تشتريها، راح تشتري افكتات حق تيتي، يركضون وراها اشباح. كل مرة يترصد المحتوى الجديد يعطونك مفتاح تفتح فيه الوضعيات الجديدة للشخصيات او النور اللي يطلع وراهم. هذا تشالنج جديد. يقولك راح يضيفون تحديات جديدة للمحتوى الجديد. التحدي كل تحدي يخص شخصية، مثلا تحدي جين يقولك العب بالوحوش تنس، ممكن الشخصيات الثانية يكون لهم تحديات مختلفة. اوكي تذكروا هذا الحدث اونلاين. نو والله راح يصير هبت. اوكي عندك نقاط فوق، اللي جمع اكثر نقاط يفوز. تقدر تدف الخصم برا. انترستينج. طبعا حدث تصوير، ليش لا. حدث خامس، واو كم حدث موجود. هذا نفس المحتوى الجديد، راح يكون في انرجي للشخصيات وبفات. لما تاخذ بفات او تحط شخصيات بشكل متكرر راح ينقص الانرجي اللي موجود تحت. اذا نقص تحت الصفر وصار لونه احمر، الوحوش راح يصيرون اقوى والتحدي اصعب. بطاقات نافيا، شيفر روز، والفتوي. اذا سويت مهمة يومية وكانت المهمات اليومية اللي عندك فل، راح تتخزن مثل الريزن المضغوط. تدخل اللعبة اليوم اللي بعده يكونون جاهزين المهمات اليومية، يعني كأنك تسويهم كلهم بيوم واحد. فاينلي هرمنا 4 سنوات. البوس راح يتجدد بعد 10 ثواني بس، ما يحتاج تنتظر 3 دقائق. راح يضيفون زر يخفي لك الايقونات من اللعبة، يعني يخفي لك المهارة الاولى والخريطة وكل شيء. تقدر تعيد تشغيل الصوتيات تبع المحادثة. شوف السم قاعد يشغل المياو تبع لينت. تقدر تقلل صعوبة المهمات، يعني راح يفيد اللاعبين الجدد. هل في تشويق النتلان؟ Let's go. اوكي نمس، شخصية جديدة ركبت بلبل. ايش المركبة هاي؟ كأنه بلبل. هذا عدو جديد لابس الجلد تبع البوكيمونات. هل القدرة بالتنقل او البلبل عند كل الشخصيات؟ اوكي شخصية جديدة، كاركتر اخر جديد. يو كل واحد عنده وسيلة تنقل. واو هذا تحسه طالع من ابطال الديجيتال. نو والله تمنيت اشوف اكثر من المنطقة. اوكي الظاهر راح يكون في صلة ما بين الشخصيات والحيوانات في نتلان. اوكي تتزلج على قرش، الولد يقدر يطير، شايفين كيف؟ كأنه مثل افاتار وسلاحه كلايمر الولد. بدون نتلان كنت راح اعطيه 7، مع نتلان صراحة
أعطي هذا البث 8.5 أو 8.7. اكتبوا لي أنتوا تقييمكم عن البث. يا ساتر 0-2-4.